إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر جولة مسائية من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. فبصحة فطوركم متابعينا الكرام، فكنجدوا بكم الترحاب معنا في هذا البث المباشر، وكنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فجولة مسائية بعد الإفطار، أو أجيو نشوفوا الناس واش محتارمين قانون حظر التجوال الليلي مباشرة من المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فأنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وصحة جيدة يا ربي. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المسائي من شوارع مدينة بن سليمان. أجيو نشوفوا الناس واش محتارمين حظر التجوال الليلي. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، أنتم معنا في بث مباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. إذا متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، احنا معكم من شوارع مدينة بن سليمان. فكاين بعض الناس اللي خارجين محتارمينش قانون حظر التجوال الليلي، فكيتم التوقيف ديالو من طرف عناصر الأمنية، عناصر الأمن الوطني. إذا متابعينا الكرام، نذكركم أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان في هذه الجولة المسائية من شوارع المدينة الخضراء. متابعينا الكرام، إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مباشرة من شوارع المدينة الخضراء. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من شوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان. كنتمنى
أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. كنشوفوا أن بعض الناس الله يهديهم يا ربي ما بقي يخافوش ومسوقين شو حسامينش قارون حضرة التجوال الليلي. إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. كنشوف ان بعض الناس ما حسامينش قانون حضر التجوال الليلي، فوجب فرض بعض العقوبات اضافيه صراحه للمتابعين الكرام، لان الناس ما خايفينش من الوباء وما حسامينش قانون حضر التجوال الليلي. نعم، فالعناصر الامنيه مشكورين انهم كل واحد القول الا وكي طبقوا مع القانون، ولكن وجب الوعي، خاص وعي، خاص جميع المجتمعين يتحركوا. فهذا هو دور ديال جمعيات المجتمع المدني، فخاصهم يتحركوا ويديروا خدمتهم، يقوموا حملة تحسيسية باش يوعيوا الناس بخطورة هذا المرض الجديد. فكنشوفوا ان الناس خارجين، كاين اللي ما مسوقش، كاين اللي عنده ما كاينش مشكل، سلام خويا، سلام، تحية ليك خويا عبد السلام. إذا متابعينا الكرام، أنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، كنتمناو أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. متابعينا الكرام، كنتمناو انكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. ف بصحة فطوركم ومرحبا بكم في جولة مسائية، جولة مسائية أخرى من شوارع المدينة الخضراء. كنتمناو انكم تكونوا كاملين ألف خير وبصحة جيدة يا ربي. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الكرام، هذه أجواء شوارع مدينة بن سليمان ليلا.
إذن متابعي الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بنسليمان.